الأستاذ حمود الفايز، هذا الرجل العظيم يا حبيبي. وقاعدين نقول يا أخي مشاريع الأمير محمد بن سلمان ما شاء الله تبارك الله كثيرة كثيرة كثيرة، فصار بيني وبينه تحدي أنه يذكر 10 مشاريع وأنا أذكر 10 مشاريع. أنا أقول يا حمود الدرعية، أنا أبدأ بالقدية، أنا أقول لك يا حمود البحر الأحمر، نيوم، دلائن، حدائق الملك سلمان اللي موجودة في الرياض، صح، أنا أقول لك روشن، برنامج الجينوم السعودي، الجينوم؟ الجينوم، أنا أقول لك مشروع ديراب، برنامج الصناعات العسكرية، أنا أقول لك مدينة الملك سلمان للطاقة، صح ولا لا؟ أي أي أي، يلا شو يقول أنت؟ الرياض آرت، الرياضة، أنا أقول لك محطة رابغ لتحية المياه، وفي محطة الخفجي أيضا بعد؟ نعم. أوكي، طيب أنا أقول لك مشروع محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، مشروع وسط جدة، جدة داون تاون، جدة داون تاون، مشروع جديد. أنا أقول لك يا حبيبي المسار الرياضي، مبادرات السعودية الخضراء على مستوى السعودية، على مستوى الرياض، وعلى مستوى الشرق الأوسط أيضا. طيب أنا أقول لك مشروع التطوير السودة وهيئات المدن، مدينة الأمير محمد بن سلمان غير ربحية، أنا مشروع عظيم. هذا قبل الدرعية. أي أنا أقول لك برنامج يا رب شريك، أوكساكون اللي هي المدينة ثمانية الشكل، اللي هي عبارة عن مدينة صناعية عائمة. أنا أقول لك تروجينا، ديزرت روك. أنا أقول لك مشروع المربع كبيرة. ما شاء الله ما شاء الله.